حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعمين عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه". قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب الإسلام حلفًا إلا زاده شدة ولا حلف في الإسلام وقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار. حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كُريب عن ابن عباس انه قال له عمر يا غلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اوي من احد من اصحابه اذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع قال فبين هو كذلك اذ اقبل عبد الرحمن بن عوف فقال فيما انتما فقال عمر سالت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرئ واحدة صلى أم ثنتين فليجعلها واحدة وإذا لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين وإذا لم يدري أثلاثا صلى صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يصلي مسجدتين حدثنا سفيان عن عمر سمع بجالة يقول كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحناف ابن قيس فأتنا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتل كل ساحر وربما قال سفيان وساحرة وفرقوا بين كل ذي محرمين من المجوس وانهوهم عن الزمزمة فقطنا ثلاثة سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمته في كتاب الله وصنع جزء طعاما كثيرا وعرض السيف على فخذه ودعا المجوس فألقى وقر بغل أو بغلين من ورق وأكلوا من غير زمزمة ولم يكن عمر أخذ وربما قال سفيان قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وقال أبي قال سفيان حج بجارة مع مصعب سنة سبعين حدثنا سفيان عن عمرو وعن الزهري عن مالك بن اوسين سمعت عمر يقول لعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد نشدتكم بالله الذي تقوم به السماء والأرض وقال مرة الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أعلمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لنورث ما تركنا صدقة قالوا اللهم نعم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض فقال له عبد الرحمن وصلتك رحم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من أسم فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته أو قال من يبتها أبته حدثنا ابو سعيد مولى بن هاشمين حدثنا القاسم بن الفضل حدثنا النضر بن شيبان قال لقيت ابا سلمه بن عبد الرحمن قلت حدثني عن شيء سمعته من ابيك سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان قال نعم حدثني ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامه احتسابا خرج من الله ذنوبك يوم ولدته أمه حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر ان ابن قارض اخبره عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنه من اي ابواب الجنه شئت حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي حدثنا ليث عن يزيد بن الهادي عن عمرو بن أبي عمرو وعن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعمين عن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أو الخشية أن يكون الله قد توفاه أو قبضه قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ملاك يا عبد الرحمن قال فذكرت ذلك له فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد عن عمرو وعن عبد الرحمن أبي الحويرث عن محمد بن جبير جبير عن عبد الرحمن بن عوف قال دخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من المسجد فاتبعته فذكر الحديث حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشمين حدثنا سليمان بن بلال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبله فخر ساجدا فاطال السجود حتى ظننت ان الله عز وجل قد قبض نفسه فيها فدنوت منه فجلست فرفع راسه فقال من هذا قلت عبد الرحمن قال ما شانك قلت يا رسول الله سجدت سجده خشيه ان يكون الله عز وجل قد قبض نفسك فيها فقال ان جبريل عليه السلام اتني فبشرني فقال ان الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله عز وجل شكرا حدثنا هيثم بن خارجة قال ابو عبد الرحمن يعني عبد الله وسمعته انا من الهيثم بن خارج تحدثنا رشدين عن عبد الله بن الوليد أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن ابيه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فادركهم وقت الصلاه فاقاموا الصلاه فتقدمهم عبد الرحمن فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مع الناس خلفه ركعه فلما سلم قال اصبتم او احسنتم حدثنا روح حدثنا محمد بن ابي حفصه حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان الوباء بارض ولست بها فلا تدخلها واذا كان بارض وانت بها فلا تخرج منها حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة حماها فأركسوا فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم ملاكم رجعتم؟ قالوا أصابنا وباء المدينة فاجتوينا المدينة فقالوا أما لكم؟ في رسول الله أسوة فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لم ينافقوا هم مسلمون فأنزل الله عز وجل فما لكم؟ في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا الآية. حان هاشم بن القاسم حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت ابن المغترف أو أبن الغرف الحادي في جوف الليل ونحن منطلقون إلى مكة فأوضع عمر راحلته حتى دخل مع القوم فإذا هو مع عبد الرحمن فلما طلع الفجر قال عمر هيا الآن اسكت الآن قد طلع الفجر اذكروا الله قال ثم أبصر على عبد الرحمن خفين قال وخفان فقالا قد لبستهما مع من هو خير منك أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: عزمت عليك إلا نزعتهما فإني أخاف أن ينظر الناس إليك فيقتدون بك. قال: وحدثناه إسحاق بن عيسى حدثنا شريك فذكره بإسناده وقال: لبستهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرضا كذا وكذا فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم فأتى عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرضه، كذا وكذا وإني اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له عليه. حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده الى مالك بن يخامر عن ابن السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجره ما دام العدو يقاتل فقال معاويه وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان إحداهما أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن عوف قال: لما خرج المجوسي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الجزية والقتل فاختار الجزية حدثنا أبو سلمة يوسف بن يعقوب الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف أنه قال إني لواقف يوم بدر في الصف نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بين غلمين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل قال قلت نعم وما حاجتك يا أبن أخي قال بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رايته لم يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا قال فغمزني الاخر فقال لمثلها قال فتعجبت لذلك قال قال فلم انشب ان نظرت الى ابي جهل يجول في الناس فقلت لهما الا تريان هذا صاحبكما الذي تسالان عنه فابتدراه فاستقبلهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته قال هل مسحت مسيفكما قال لا فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كليكما قتله وقضى بسالبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ أبن عفراء. حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: حدثني قاص أهل فلسطين قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدق ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها وقال أبو سعيد مولى بني هاشمين إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: في الجنه وعمر في الجنه وعلي في الجنه وعثمان في الجنه وطلحه في الجنه والزبير في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعد بن ابي وقاص في الجنه وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنه وابو عبيده بن الجراح في الجنه حدثنا اسماعيل حدثنا ابن اسحاق يعني عبد الرحمن عن الزهري عن محمد بن جبير عن ابيه عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت غلاما مع عمومه حلف المطيبين فما احب ان لي حمر النعم واني انكثه حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فإن شك في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة ، وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين ، وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلهما ثلاثا حتى يكون الوهم». في الزيادة ثم يسجد سجدتين قبل أن يصلي ثم يسلم قال محمد بن إسحاق وقال لي حسين بن عبد الله هل أسنده لك؟ فقلت لا فقال: لكنه حدثني أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب فقال: يا ابن عباس إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدري أزاد أزاد أم نقص؟ قلت: والله يا أمير المؤمنين ما أدري ما سمعت في ذلك شيئًا. فقال عمر: والله ما أدري. قال: فبينا نحن على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: ما هذا الذي تذكران؟ فقال له عمر: ذكرنا الرجل يشك في صلاته كيف يصنع؟ فقال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث". حسن حجاح ويزيد المعنى قال: "أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالمين، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر بن الخطاب وهو يسير في طريق الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السقم عُذب به الأمم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه. قال: فرجع عمر بن الخطاب من الشام. حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس قال خرج عمر بن الخطاب يريد الشام فذكر الحديث قال وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا فجاء فقال فقال إن عندي من هذا علمًا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها ، فلا تخرجوا فرارًا منه.» حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف إن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من أسمي اسما فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة حدثني أبي عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحيم واشتققت لها من اسم فمن وصلها وصله الله ومن قطعها بتته. حسن إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر بن الخطاب من سر حدثنا اسحاق بن عيسى اخبرني مالك عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس، أن, أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بيسر لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه فاخبروه ان الوباء قد وقع بالشام فذكر الحديث قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال ان عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه واذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه قال فحمد الله عمر ثم انصرف. حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم به بأرض ولستم بها فلا تدخلوها وإذا وقع وأنتم فيها ، فلا تخرجوا فرارًا منها". حان عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن بجالة التميمي قال: "لم يرد عمر أن يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجرة حثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال اشتكى أبو الرداد فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال أبو الرداد خيرهم وأوصلهم ما علمت أبو محمد فقال عبد الرحمن بن عوف <applause> إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من أسم فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته حثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض ان اباه حدثه انه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض فقال له عبد الرحمن وصلتك رحم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل انا الرحمن وخلقت الرحم وشققت لها من اسم فمن يصلها اصله ومن يقطعها اقطعه او قال من يبتها ابتته حنا سريج بن النعمان حدثنا نوح بن قيس عن نصر بن علي الجهضمي. عن النضر بن شيبان الحداني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قلت له: ألا تحدثوني حديثًا عن أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أقبل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رمضان شهر أفترض الله عز وجل صيامه وإني سننت للمسلمين قيامه فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من الله ذنوبك يوم ولدته أمه قال أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك قال أبو عبد الرحمن وجدت هذا الحديث في كتاب ابي بخط يده حدثنا محمد بن يزيد عن اسماعيل بن مسلمين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس إن انه كان يذاكر عمر شان الصلاه فانتهى اليهم عبد الرحمن بن عوف فقال الا احدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بل قال: فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. آخر أحاديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه